غبنا وغاب الإبداع ورجعنا نصلح الأوضاع. يس اقلبوا الشاشة واستمتع بالمشاهدة. الواد ده عبيط وكل يوم يبيط ويد البازر أمه تعمل له أرنا بيط. ايش بك يا فيصل؟ ايش بك ابن الحلال؟ ربي يمزح والله انا كنت متحمس. تفضل قدمت الملابس. تعال نبدل ملابسنا ونرجع. شويه رشت هنا بس ما رشت علي كله. اوه والله نظفنا. كرارال اكشن. رجعنا لكم للجزء الثالث من تحدي الوجبه المفتوحه. اصبر اصبر اصبر. وخاله مو خاله قال لنا في اجازه. عدد السعرات اللي موجودة على هذه الطاولة 10,000 كالوري. عبارة عن دينر كريسبي ستريبس من كنتاكي، ريد هوت من كنتاكي، كشري التحرير، ربع درزن دونات من كريسبي كريم، نص درزن دونات من دانكن دونات، هوت دوغ من جامبرجر، تاكسي لحم، تاكسي دجاج، مخرج ثلاثة، وربع كيلو كنافة مبرومة مع كرواسون، وعيدان البطاطس الحارة مع اللبن. وأنا يا متابعيني وجبتي معك شكل بطاطس من المكدونز والناجت اللي أنا أحبه. دوسي مديح. يا بابا لا تنسوا تعطونا حتى لايك واشتراك وانشروا المقطع بكل مكان. بسم الله نبدأ. بسم الله نبدأ. راح ابدا بصندوق السعاده من كنتاكي. الخطوه الاولى تفتح الصندوق. الخطوه الثانيه تجيب حبه دونات وتحط عليها حبتين دجاج. الخطوه الثالثه تغطيها بحبه دونات ثانيه. يطلع معاك هذا المنظر. كفو والله يا بابا انكم فشاري. الطعم في الشكل الاول. يا متابعيني كيف دونات مع دجاج؟ كيف؟ الحين انا دوري. الخطوه الاولى كالعلبة ويطلع معاك هذا المنظر الجميل. الخطوة الثانية تقول بسم الله وتعد. كفو كفو. الطريقة الثانية في أكل الستريبس تجيب خبزة وتشقها بالنص وتجيب قطعتين ستريبس تحطها على الخبز وتجيب بطاطس حارة تحطها فوق الدجاج وآخر خطوة تحط الملفوف. الله على الجمال. ورب السندوتش يفوز. واخر شيء في بوكس السعادة البطاطس السبايسي تجيب الشطة وتغرق وترج الصندوق رج وتفتح يطلع لك ذا المنظر وتغرف وتبلع. كيف الجنة؟ صندوق السعادة دن دن قوي فندق. أنصحك بعد ما تخلص من بوكس السعادة تسوي هذه الحركة. الله يقلفك. اللي بعده احمد ربنا على العيشة متضايق شد الفيشة. احمد ربنا على العيشة متضايق شد الفيشة. كشري التحرير. الخطوة الأولى تفتح الغطاء. الخطوة الثانية تجيب كيس. الخطوة الثالثة تصب الكشري جوا كيس. كفو. تمسك العلبة ترميها. تجيب صلصة الكشري وتحطها جوا الكيس وتجيب الدقة وتحط شوية جوا الكيس. وآخر شيء تجيب الشطة وتحط شوية شطة. تمسك الكيس وتشده وتربط وتمردغ الكيس مردغة وتدعس وتدعيس. مردغ الكيس مردغة دعيس يا يعقوس. وآخر خطوة تقطم الكيس تضغط وتعض. والله الحركة دي تزيد من حلاوة الكشري 10 أضعاف. جربوها هذه الحركة. كل هذه الحركات حقت بابا جربوها تضبطون هذه الحركات. هيا ولا تنسوا تعطينا لايك. هيا بسرعة اضغط لايك. يمينا بالله الطعم تريلانكا روق المانجا. وصل آخر لقمة في هذا الاختراع العظيم.
دم. شاورما تاكسي لحم، شاورما تاكسي دجاج، ايه شاورما وصوص. الخطوة الأولى تفك الشاورما الدجاج، الخطوة الثانية تفك الشاورما اللحم، وتجيب شاورما اللحم مع شاورما الدجاج وتصفقهم مع بعض، وتشد السندويتش وتدعس يا معلم. كهرباء في راس المخ، لحم مع دجاج. اكتبوا لي تحت في التعليقات مين ياكل شاورما اللحم مع الدجاج مع بعض. هيا اكتب واكتب واكتب الحين. يا بابا فمك انت مكنسة. قول ما شاء الله استغفر الله. ما شاء الله استغفر الله. فلوس فلوس. اعطيني فلوس. شاورما دم. اليوم بإذن الله راح نطلع المواهب يا خبرة. ريد هوت من كنتاكي. الخطوة الأولى نفتح الصندوق، الخطوة الثانية تطلع البرجر من جوا الصندوق يطلع معاك ذا المنظر. بس يا محزن وتعض. اللي يحب السبايسي راح يعجب. اخر وصله فريد هوت لقمه. وجبه الطفوله بطاطس عيدان مع لبن عيران. الخطوه الاولى تفك علبه البطاطس. تفكيك. الخطوه الثانيه نصب لبن عيران. الله. يطلع معاك هذا المنظر يا مدير. الخطوة الثالثة تجيب الشطة وتصوب، والخطوة الأخيرة تجيب الملعقة وتقلب قلب قلب وتشرب وتدوس يا مدير. هذه وجبة الطفولة كانت عندي وأنا صغير. تقرمش وتقرقع قرقع. لازم تجربون الحركة دي. هوت دوغ جامبرجر. نفتح العلبة، نقلب السندويتش، نفتح الغطاء، صب الشيبس على الهوت دوغ، وتحط صوص الخردل على البطاطس والهوت دوغ، وتكبس وتعض. ويطلع معاك هذا منظر من النقانة. اخر وصله في الهوت دوغ. حيو حيو ما في زيه. وصل معصوب الجريل من ابو زيد بالقشطه والحليب. الخطوه الاولى تفك الغطاء، الخطوه الثانيه نصب السمن، الخطوه الثالثه صب العسل. الله 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 الله. الخطوة الرابعة ترش الحبة السوداء رش. الخطوة الخامسة تجيب الهام تحط الكاجو وتجيب المدقة وتدق. الآن ما تصير مفتفتة لنا الليل الصباح. نقعد نسويها زي كذا لنا الليل الصباح. هيا تم المدقة صب الكاجو على المعصوب. ما تراه عيناك عزيز المشاهد في هذه اللحظة هو معصوب أبو زيد بالطريقة الخنفشارية. حانت اللحظة الحاسمة. أغرف 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 غرفة. تعمد تطلب من هنجر ستيشن عشان يجيني حار في نص التحدي. يذوب ذوب يجي. يا الله كيف الجنة. الشيء ذا فول اوبشن سعرات. حلي انا بصلي.
كنافة وصول لوزين. الخطوة الأولى تفقع اللوزين ينزل معاك زي كذا، تشق الكروسون بالنص وتحشيه كنافة، عبي كنافة يطلع معاك هذا المنظر وتعض كروسون بالزبدة مع الكنافة بالقشطة يذوب في الفم. آخر وصلة ربع كيلو كنافة. عبيلو وديلو بحبه بكيلو. أجل وضعكم في السليم. ست أو ماي دون تابعيني أدي دونات بالكيت كات، حتى الكيت كات ما طيح. دوناتي المفضلة اللي بالقرفة. الخطوة الأولى تجيب الحليب المكثف تعصر أبوش. الله الله الله. الخطوة الثانية تعضها وهي تقطر. أطعم دونات بدانكن دونات اللي بالقرفة. آخر وصلة في الدونات. مخرج ثلاثة. شاورما وصوص. خطوة الأولى تطلع الخبزة وتفتحها زي كذا، تجيب الحلاوة الطحينية حط في السندويتش. قرب عمدير. ملعقة قشطة. قشطة يا قشطة. وتقفل على القشطة بملعقة مربى. يا مربى يا مربى انت. يطلق على هذا الاختراع من شاورما وصوص. مخرج ثلاثة. شوف شوف شوف. بق بق بق. أبن عمدير. آخر لقمة في مخرج ثلاثة. لا تنسون تعطونا أحلى لايك واشتراك. أتمنى عجبكم هذا التحدي. لا تنسون تعطونا أحلى لايك واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان. أصبر أصبر في خالو. خالو مو إجازة إيش بك؟ نسيت؟ انشروا المقطع في كل مكان. تابعوا قناة المحزم المليان. نحط لكم اياها تحت في الديسكريبشن وفي التعليقات. سلعة. لا اسمعوا اسمعوا، نزل طبخة جديدة المحزم المليان، روحوا شوفوها. لا سلام. بطني 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 يا ولد بطني، ماني قادر، مربى الكعبة بموت. لا 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 يا ولد. عارف من زمان جدي راسي مصدي عرقي ندي في التحدي ما حد قدي تشوفني مهدي لكن مني ما بتعدي انا شغلي جدي حقك حدي لكن والله ما تعدي انت تستطيع لا تحاول تيجي في خطي ترى راح تضيع